أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة عن مسدس جديد اللي هو مسدس السيج بي 320 من شركة سيج ساور. بعد المسدس بالصندوق فخلينا نيجي نفتحه مع بعض ونشوف شو اللي موجود فيه. هذا المسدس طبعا عيار 9 ميلي وهو من المسدسات اللي تم تصميمها في أو تقديمها للسوق في سنة 2014، ومن يومها المسدس كان يعني أصبح يعني من أحدث أو من المسدسات المفضلة أكثر شيء بالنسبة لرجال الشرطة والأمن وكذلك بالنسبة للمواطن. طبعا أول شيء بيجي عندك اللي هو الأشياء الدعائية اللي بتيجي في داخل العلبة من طبعا شركة الزيوت، هذه ذكرناها في الفيديو اللي تكلمنا فيه عن مواد التنظيف اللي هي شركة لوكاس، لكن هذه ما بتيجي في كل المسدسات حد علمي، يعني ما شفتها كثير. ايضا بيجي عندك ستيكر، هذا اللي ممكن تضعه على سيارتك او على الثلاجة وين بدك. بعدين بيجي عندك دفتر التعليمات، وهذا الدفتر طبعا موجود فيه كل شيء بدك تعرفه عن المسدس. طبعا بالإضافة إلى الويب سايت الخاصة بالشركة موجود عليها على أساس اللي بده أي معلومات أو أي شيء. طيب أيضا شيء ثاني دعائي للرصاص من شركة سيج ساور، فالرصاص اللي هم بيصنعوه وبينصحوا فيه، لأن أيضا شركة سيج بتصنع رصاص. طيب نيجي للموضوع المهم، هو طبعا شكله في العلبة يكون بهذا الشكل. طيب الأشياء اللي موجودة فيه، عندك مخزن يتسع ل 17 رصاصة، وكذلك أيضا بيجي في مخزن ثاني فعدد مخزنين، بيجي في أيضا البيت لو يعني أيضا من شركة سيج. كل الموجود هنا الآن كله من صناعة شركة سيج. مثل الفكرة من شركة شانك التركية ومسدس شانك التسع ميلي اللي ذكرناه من قبل، تذكروا كيف كل الأشياء هاي أجت معه، فالآن الفكرة وصلت لشركة سيج فطبقوها. طبعا بيجي البيت هذا بيوسع على البي 250 والبي 250 الفول سايز وال 250 الكومباكت، فممكن وضع اي مسدس فيها. طيب نيجي الى، طبعا بيجي فيه قفل مع مفتاحين، و بيجي طبعا فيه القطعة للأمان، طبعا هاي مشان وضعها في بيت النار على أساس يشوف إنه فاضي. طبعا إحنا بما إنه لسه طلعناه من الصندوق فدائما يعني لازم تعودنا احنا ان نفحصها نشوف ما في اي شيء. حتى اشوف اسمع صوته جديد يعني. طيب هذا هو المسدس. طبعا القطعه هذه بيضعوها على اساس وهو بالصندوق او هو في العرض بيكون بهذا الشكل على اساس يعرف انه فارغ من اي رصاص. طيب نيجي نحكي عن هذا المسدس من بعض الشيء او اي شيء. طيب بيجي طبعا فيه من شركة لوكاس بيجي علبة للتزييت اللي هي هذه جن اويل، زيت المسدس، طبعا ممكن تزييت المسدس هذا فيه، وهذا اللي هم بينصحوا فيه. ف هذا هو طبعا بيجي عندك رقم السيريال نمبر والارقام اللي تيجي هنا، كذلك طول سبطانة هذا المسدس اللي هي 4.7 انش،
طبعا ممكن وضع كل اشي يعني في المسدس في الصندوق بالشكل اللي كان فيه، طبعا بدون ما تحتاج انك بدون ما يحتاج يكون عندك جراب ثاني او شيء ثاني، يعني مثل ما شفنا. طبعا هذا هو بالنسبة لمحتويات الصندوق المسدس والمخزنين. طبعا ممكن انك تشتري مخزن ثالث للي بده يستخدمه للوظيفة او للأمن او كذا، او حتى بكون فكرة جيدة انه يكون الواحد عنده مسدس او مخزن ثالث او رابع حتى. فخلونا نشوف المخزن. هذا طبعا حديد، مش بوليمر او بلاستيك مثل مسدس البلوك وبعض المسدسات الاخرى.